من المسؤول عن العنف ضد المتظاهرين في وسط بيروت؟ وكيف تتعاطى وزارة الداخلية مع التطورات في الشارع؟ هل هناك من آلية محاسبة للمخالفين؟ وهل من ضغوط لقمع الناس في الشارع؟ وزيرة الداخلية ريا الحسن تتحدث عن ثورة 17 تشرين وعن أي وزارة داخلية ستسلم لمن سيأتي بعدها. صار الوقت مع مارسيل غانم هالخميس مباشرة بعد الأخبار على الـ MTV. صار الوقت حتى يوصل صوتكم وتعبروا عن رأيكم بكل حرية. حملوا تطبيق لبنوستات، دخلوا صفحة صار الوقت، شاركوا بالتصويت وتفاعلوا مباشرة مع فريق البرنامج، لأنه رأيكم له قيمة.